مراسلنا احمد حسين مراسل سي بي سي اكسترا، ونعرف الذي اللي هو موجود دلوقتي من داخل قاعه المؤتمرات، ونعرف ما هي الفعاليات، ماذا يحدث، ايه الاجواء يا احمد من مدينه السلام من شرم الشيخ. مساء الخير وتحية لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. كما ذكرت أنا أتواجد الآن على مدخل قاعة المؤتمرات الدولية في شرم الشيخ، وهي القاعة التي من المقرر أن تستضيف جميع جلسات منتدى شباب العالم، والذي ستبدأ فيه الجلسات بعد غد. الافتتاح سيكون غدا، وبداية الجلسات سيكون بعد غد بإذن الله. طيب يعني لا تهدأ جميع السلطات التنفيذية. نعم، لا الخط كان قطع، كمل يعني، اتفضل. نعم، كنت أقول أن مدينة شرم الشيخ خلية عمل لا تهدأ. جميع المسؤولين التنفيذيين من مختلف الوزارات والقطاعات يعملون على مدار اليوم للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء منتدى شباب العالم. ربما لو تحركت الكاميرا قليلا باتجاه هذه القاعة سنجد عشرات من العاملين الشباب الذين يباشرون التحضيرات النهائية استعدادا للجلسات التي ستبدأ بعد غد. مطار شرم الشيخ استقبل اليوم وفودا من 49 دولة من الدول التي تشارك في المنتدى، وستتواصل وصول الوفود تباعا يوم غد بإذن الله. كما ذكرت في مقدمة الخبر أن 19 وزيرا للشباب والرياضة من مختلف دول العالم سيحضرون، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الدول والقادة. 52 دولة أعلنت أنها ستمثل بوفود رسمية في منتدى شباب العالم الذي يعقد 46 جلسة يشارك بها أكثر من 200 متحدث، ويشارك في الحضور أكثر من 3000 مشارك. هذه المشاركة توزعت بين المصريين وبين الشباب من مختلف دول العالم. في الشباب المصريين الذين يشاركون تقريبا نحو 1000 شاب مصري يمثلون مختلف القطاعات، شباب الجامعات الخاصة، شباب الجامعات الحكومية، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، 150 شاب مصري من الجاليات المصرية في الخارج. وهذا ربما يعد شيئا جديدا في مؤتمرات الشباب، أن تتم دعوة شباب الجاليات المصرية في الخارج. عن بعيدا عن المنتدى وفي نفس المضمون، مدينة شرم الشيخ يعني تشهد رواجا سياحيا كبيرا بالتزامن مع انطلاق هذا المنتدى. كل الاستعدادات تجري على قدم وساق، أكثر من 60 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث وسائل الإسعاف، منها عدد كبير من سيارات الإسعاف أيضا مجهزة بوحدات للرعاية المركزة في مختلف المناطق داخل مدينة شرم الشيخ. وزارة البترول ووزارة التموين والتجارة الداخلية حرصت أيضا على إمداد محطات الوقود في مدينة شرم الشيخ بكميات كبيرة جدا من الوقود، والسولار ستكون متواجدة ومتوفرة طيلة أيام المنتدى. حتى اليوم وصل تقريبا إلى شرم الشيخ 5 أو 6 وزراء من الحكومة، يعني على رأسهم وزير الثقافة والرياضة، ووزير التعليم، وزير التجارة، وزير الطيران، وأيضا اليوم وصل وزير الداخلية، وكنا يعني قد شهدنا تحركات لوزير الداخلية للوقوف على الاستعدادات الأمنية الغير مسبوقة في مدينة شرم الشيخ. يعني اسمحي لي أن أذكر أن يعني أكثر من 700 كاميرا لمراقبة الشوارع على مدار الساعة في مدينة شرم الشيخ، جميعها متصلة بغرفة عمليات مركزية، وأيضا هذه الكاميرات مزودة بخواص التصوير الليلي للعمل على مدار الساعة، الوحدات المتنقلة من سيارات الشرطة في شوارع المدينة، وأيضا
لا أنسى أن أذكر الجهد الجبار الذي تقوم به القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية في تأمين جميع مداخل ومناطق شرم الشيخ. هذه هي كل الاستعدادات التي تجري حتى الآن. غدا من المنتظر أن يصل أو تصل بقية الوفود المشاركة في المنتدى، ويبدأ حفل الافتتاح في المساء بحضور رؤساء الدول المدعوون والذين أعلنوا أنهم سيشاركون في جلسة افتتاح المنتدى. تفاصيل حفل الافتتاح يعني غير واضحة حتى الآن بشكل كبير، ولكن نعلم أنه يعني ستكون هناك قبة كبيرة يعني كانت تبنى منذ عدة أشهر، يعني ستمثل مجسما للكرة الأرضية وبها شاشات عرض كبيرة. أمام هذه القبة ستكون هناك ساحة عرض أو مسرح معد يعني ألفي مدعو سيحضرون هذا الحفل، وسيكون هناك حفل افتتاحي يعني لأوبرا عايدة الشهيرة ستعزف فيها موسيقى النصر. يعني هذه هي التسريبات أو ملامح حفل الافتتاح، ولكن نتوقع أن ستكون هناك يعني ربما أحداث أو فعاليات أكثر إبهارا في حفل الافتتاح غدا بإذن الله. هل في شخصيات معينة يعني نقف أمامها من المتحدثين يا أحمد؟ يعني هل في شخصيات أجنبية معينة يعني ممكن نقف أمامها في هذا المنتدى؟ مش بتكلم على المصريين أو الوزراء، ولكن هل في شخصيات وأنت بتقرا البرنامج وقفت قدامها وقلت إنه هذه الشخصيات ممكن تكون لها يعني إسهام وإضافة مهمة نسمعها؟ يعني حتى الآن رسميا بشكل رسمي إدارة المنتدى وعلى الصفحة الرسمية لم تعلن أسماء المتحدثين في الجلسات، ولكن يعني ذكر أنه تمت دعوة تقريبا 48 شخصا من الأشخاص الأكثر تأثيرا على مستوى العالم وعلى منصات وسائل يعني مثلا التواصل. أنا عندي خبر مش عارفة مدى دقته أحمد، أن هيلين هانت هتكون موجودة، أنه كلام أن ميدو احتمال يبقى موجود، بس طبعا لا أعرف دقة هذه الأخبار، يعني إن ده أخبار بتبقى موجودة على السوشيال ميديا، هل هي دقيقة؟ سأؤكد لك أن هيلين هانت يعني هو ربما قبل نصف ساعة أو 45 دقيقة يعني الصفحة الرسمية للمنتدى على موقع فيسبوك أضافت خبرا أن الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار هيلين هانت ستشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى كمتحدثة. ولكن يعني مطار شرم الشيخ استقبل عدد كبير من الشخصيات العامة اليوم والإعلاميين ربما سيتحدثون في هذه الجلسات، ولكن حتى اللحظة المتحدثين في الجلسات لم يتم إعلان أسمائهم، ربما غدا سيتم الإعلان عنهم. أنا بشكرك زميلنا أحمد حسين مراسلنا ومراسل أكسترا في شرم الشيخ، معتمدين عليك بقى يا أحمد أنت وزملائك أنه تنقلوا لنا الصورة كاملة بتفاصيلها، وروحوا شوفوا هيلين هانت بقى وكده، والناس يعني المختلفة دي عايزين نسمع منهم ونعرف ماذا سيقولون، أكيد احنا هننقل لكم كل الجلسات على الهواء مباشرة. وغدا أكيد سي بي سي أكسترا هتعرض الافتتاح على الهواء مباشرة، وطبعا احنا بالليل في 9 مساء هنعمل لكم ملخص أو نقدم لكم ملخص لما يحدث. بشكرك أحمد حسين.